تسأل عن حكم من دعا غيره من المسلمين لصوم يوم الاثنين والخميس جماعة وأفطروا جماعة ثم تأتي عليهم بعض الليالي فيقرروا قيامها جماعة، هل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ ولعلكم سمعتم عن الصوم الجماعي والإفطار الجماعي والزواج الجماعي، فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا الصوم الجماعي، فالكل مسلم يصوم تطوعا بدون أن يرتبط بالآخرين أو يرتبط جماعة عن الصوم، كل مسلم يصوم بمفرده إذا تيسر له ذلك، وأما الارتباط بآخرين والاتفاق على الصوم الجماعي كما يسمونه فهذا لا أصل له، وقد يكون هذا الاتفاق وهذا العمل من البدع، وأيضا ربما يدخله شيء من المجاملة وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما يصوم موافقة للآخرين أو مجاملة مع الآخرين، وكل مسلم يصوم ويخفي عمله عن الآخرين مهما أمكنه ذلك، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص. وكذلك قيام الليل جماعة عن اتفاق وعن استمرار على هذا، هذا أيضا من البدع، لأنه لا تشرع الجماعة في قيام الليل إلا في التراويح، هذا ثبت صلاتها جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فالجماعة في صلاة الليل خاصة في التراويح، أما لو صلوا جماعة بعض الأحيان فلا بأس بذلك من غير التزام، وإنما بعض الأحيان صلوا جماعة بأن توافقوا في مكان وصلوا جماعة، أو قام أحد يصلي من الليل ثم جاء أحد من المسلمين وصلى معه، لا بأس بذلك، بس كان هذا من غير ترتيب ومن غير اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي جاء ابن عباس وكان صغيرا فقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه، ولأن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أيضا قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل في بعض الليالي وقرأ صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكان يطيل الركوع والسجود كما يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا من غير ترتيب ومن غير مداومة فلا بأس، أما صلاة الجماعة مداومة فهذه إنما تكون في صلاة التراويح خاصة، وكذلك تكون أيضا في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء، هذه ورد الأدلة أنها تصلى جماعة، أما قيام الليل فلا يصلى جماعة إلا ما ذكرت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.